عندما نقول مصر نقول أرض الأصالة والعراقة، وعندما نقول مصر نتذكر علمائها وفقهائها الذين وضعوا بصماتهم في قوانين ودساتير كثير من الدول العربية. حديث اليوم عن أحد أهم أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي الذي شارك في كتابة دساتير عدة دول عربية، حديثي عن الفقيه القانوني المصري والعربي الكبير الباشا عبد الرزاق السنهوري. هذا عالم القانون الدولي وحقوق الإنسان. أحبائي، لا شك أن مصر من أقدم الدول التي عرفت القانون في العالم، وفضل فقهائها وعلماء مصر القانونيين على الدول العربية لا يمكن لأي إنسان أن ينكره. فحتى الطالب في السنة الأولى في أي كلية قانون يعلم جيدا هذا الكلام. فأحكام محكمة النقض المصرية تعد مرجعاً قضائياً لكل القضاة والمحامين في الدول العربية، وموجودة في كل تلك الاجتهادات، وكتب فقهاء مصر تملأ المكتبات وكليات القانون، كما أن الفقهاء المصريين شاركوا ويشاركوا في وضع العديد من دساتير وقوانين الدول العربية. وها هو السنهوري الفقيه الكبير واحداً منهم. من هو السنهوري؟ تقول المراجع التاريخية أن عبد الرزاق باشا السنهوري ولد في 11 أغسطس من عام 1895، فهو أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي. حصل على الشهادة الثانوية عام 1913، ثم التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة حيث حصل على الليسانس أو البكالوريوس عام 1917، حيث عين بعد حصوله على الليسانس بالنيابة العامة في سلك القضاء بمدينة المنصورة في شمال مصر. لقد شارك السنهوري أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919، وبالمناسبة فإن ثورة 1919 هي سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على السياسة البريطانية في مصر عقب الحرب العالمية الأولى، كنتيجة لتذمر الشعب المصري من الاحتلال الإنجليزي وتغلغله في شؤون الدولة، بالإضافة إلى إلغاء الدستور وفرض الحماية وإعلان الأحكام العرفية والطغيان المصالح الأجنبية على الاقتصاد. ونتيجة مشاركة السنهوري بتلك الاحتجاجات عاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر. بعد ذلك سافر السنهوري إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه سنة 1921 في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، ثم عاد إلى مصر سنة 1926، حيث عين بعد عودته مدرسا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية المعروفة حاليا بجامعة القاهرة. ولأن السنهوري كغيره من رجال القانون يعشق السياسة، ونتيجة لمواقفه السياسية فصلته الحكومة سنة 1934 من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه جمعية عرفت في ذلك الوقت بجمعية الشبان المصريين. فما كان منه إلا أن سافر إلى العراق سنة 1935 بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية الحقوق وأصدر مجلة القضاء ووضع مشروع القانون المدني للدولة ووضع عددا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق. بعد هذه التجربة في العراق عاد إلى مصر سنة 1937 عميدا لكلية الحقوق. على مر التاريخ أسهم فقهاء مصر القانونيين في تأسيس دساتير كثيرة للدول العربية ووضع بصماتهم في سن القوانين وإرساء قواعد منظومة العدالة في تلك الدول. وكان
الدكتور عبد الرزاق السنهوري واحدا منهم، حيث شارك في وضع ليس فقط القانون المدني المصري ولكن أيضا القانون المدني العراقي والقانون المدني السوري ودستور دولة الكويت والعديد من قوانينها، وكذلك القانون المدني الليبي ودستور دولة السودان ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة. أحبائي، يندر أن تجد دولة عربية لم تستعن بخدمات السنهوري لوضع دستورها أو تشريعاته. قد ملأت آثاره القانونية والفقهية العالم العربي، تمثل مرجعاً لا يستغنى عنه أو لا يستغني عنه أي قانون. يعتبر السنهوري باشا ومؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية العربية، فمنذ نهاية الأربعينيات وحتى هذه اللحظة ولا زال كتابه الوسيط في شرح القانون المدني يطبع ولا تخلو مكتبة أي محامي منه. الوسيط في القانون المدني بأجزائه الاثنى أو 12 وصفحاته التي تجاوزت 15,000 صفحة، هذا الكتاب أو هذا الكتاب كما يصفه جميل الحجيلان الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه زينة الكتب وفخر المكتبات. للسنهوري عبارات جميلة أذكر منها عندما قال: أحببت نفسي، ثم أحببت وطني مصر، ثم أحببت قومي العرب، ثم أحببت الإنسانية جمعاء. توفي السنهوري بتاريخ 21/7/1971، حيث تم نعيه من قبل الكثير ممن عاشروه. أذكر العبارة الجميلة للعلامة سليمان مرقص حيث نعاه: أستاذنا السنهوري، خلفت لنا كنزا من العلم لا يبلى، ومثالا من الخلق يحتذى، عهدا علينا أن نحفظ الكنز وننميه، وأن نسير على المثال ونحتذيه، فنعم بجنة الخلد. في النهاية أقول تحية إلى كل فقهاء وعلماء مصر الذين نفخر بهم في الوطن العربي. طاب مساؤكم.